أهلا بكم في صرح الرابطة الثقافية في قلب طرابلس مدينة العلم والعلماء. نحن اليوم نجتمع لنحتفل بتخريج دفعة طلاب برنامج ستيب الممول للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبد العزيز دغريل للاجئين تحت إشراف جمعية سبارك وتنفيذ من جمعية منطقة خير والتنمية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويقول الكاتب العالمي جين بوشار: الجسر بين المعرفة والمهارة هو التطبيق، والجسر بين المهارة والإتقان هو الوقت، وبين المهارة والمعرفة والتطبيق تراوحت مراحل برنامج ستيب. شكراً لكل من دعم وساهم في إنجاح ورشات العمل هذه، لأنها تساهم أولاً في بناء الإنسان ومهاراته، وخاصة في عصر شات جي بي تي. وشكراً لكم جميعاً، دمتم سالمين. صحيح أن هناك الكثير من التحديات، ولكن هناك العديد من الفرص، فكما يقال تولد الفرص من الأزمات. الثورة التكنولوجية الرابعة كما أسميها هي فرصة ذهبية لإعادة اختراع وإنتاج كل شيء، وهنا يكمن بترول لبنان الحقيقي، أعني موارده البشرية. فأقول لكم بارك الله بجهودكم التي أثمرت هذه المشاريع، لولا ثباتكم وإيمانكم بالرسالة لما وصلنا إلى هنا. لكم مبروك، وإن شاء الله السنين اللي قادمة نكون عم نشوف الطلاب عم بيتقدموا لقدام وعم بيعطوا بصمة إيجابية للمجتمع وعلى حياتهم الخاصة.